هعمل لكم النهارده وصفه، احلى وصفه ممكن تعملوها في العزومات. هنستخدم فيها الهول سايد بتاع السلمون بالترياكي صوص جنب رز فرايد اللي هو التشاينيز الصيني. انتوا مش فاهمين حلوه ازاي وسهله ازاي ومش غاليه قوي وبتبقى السفره بيها فخمه. السلمون ده من سي فود فاكتوري بيبقى سنتر بيس حلوه جدا على السفره يوم العزومه. هنبتدي دلوقتي بالترياكي صوص اللي احنا هنحطه على السلمون. هنجيب زيت عادي وهنحط كمان عليه جينجر، ولازم الجينجر او اللي هو الجنزبيل يبقى فريش، اوكي، وتوم مفروم برضو فريش. هنقلب، ريحه نفاذه جدا. ده الترياكي صوص بتاع سي فود فاكتوري. هنسيب بقى ال زي ما انتم شايفين الجنزبيل مع الثوم يدخل جوه كده الصوص، لان هو ده اللي احنا هنعمل بيه البروشنج بتاع السلمون، او ده اللي هندهن بيه السلمون قبل ما ندخله الفرن. بس انا هشيله دلوقتي خلاص من على النار. ودلوقتي هنعمل حاجه في السلمون اسمها سكورينج. السكورينج ده بيبقى ان احنا بنعمل علامات في الجلد من تحت عشان لما يجي السلمون يستوي الجلد بيحصله زي انكماش كده، فممكن يخلي السلمون مش ستريت. احنا دلوقتي بنعمل سكورينج بالشكل ده. ده اولا كمان هيساعد في توزيع الحراره بطريقه كويسه من تحت لفوق. خلاص كده زي ما انتم شايفين اهو. هنقوم بقى ايه نقلنها على الصينيه اللي هنحط فيها في الفرن. هنبتدي بقى نعمل بروشنج للسلمون، ودايما تبقى في اتجاه واحد، اوكي، يعني مش كده وكده، هنمشي كده يبقى هنمشي كده. كده احنا دهنا السلمون بالترياكي بتاعنا. هرش بس حبه ملح وفلفل، مش عايزين كتير خالص. هنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة وخمس دقايق تحت الشواية. وهنقرب السلمون ناحية الشواية، يعني يبقى أقرب حاجة للشواية عشان عايزينه كريسبي كده ومش لونه حلو. دلوقتي هنعمل الرز الصيني اللي هو بالخضار، بنسميه فرايد رايس بالفيجيتابلز. زيت عادي، عباية شمس أو دورة اللي انتوا عايزينه. وهنحط البصل اللي هو الجزء الابيض في البصل الاخضر مع الثوم والجنزبيل. ده البيز بتاع الاكل الصيني عامه. هنقلب، هنزود بقى البسله واخده سلقه بسيطه، ما سلقتهاش قوي عشان تبقى كرانشي. والجزر انا ما عملتش فيه حاجه، هو زي ما هو قطعناه بس مربعات صغيره. هنحط بقى دلوقتي الرز، بعدين هنحط بقى زيت سمسم. ده بقى الفليفر بتاع الاكل الصيني، السمسم مع الصويا صوص. صويا صوص يتشوح بس تشويحه وهنطلعه بقى نقدمه.